أهلا بكم من جديد. بعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وتقدير إلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، هذا نصها. معالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لنا أن أبعث لكم أخينا العزيز بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفر الصحة والعافية، مقرونة بتقديرنا العميق لموقفكم الإنساني والمتسامح وبتحليكم بحكمة الرجل الشجاع الذي لا يتردد في العفو عند المقدرة، وهو أمر ليس بغريب عليكم، فإن ما لمسناه من جانبكم من توجه كريم بالصفح والتسامح لهو ما شجعنا على تخفيف العقوبة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية رقم واحد إرهاب 2017، مقدرين لمعاليكم هذا الموقف النبيل الذي جاء مجسدا لأعمق دلالات ومعبرا عن أصالة شيمكم وصدق مشاعركم الإنسانية، حيث إن العفو عند المقدرة فصيلة من فصائل الله عز وجل. والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم ويبقيكم ذخرا لهذا الوطن والذي عرفكم دوما قائدا شجاعا وإنسانا شهما كريما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.